أيضا تقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ هل معناه أن نتوضأ لكل صلاة، أم أن يبقى الإنسان طاهرا طوال اليوم ولو بوضوءين أو ثلاثة؟ وأي ذلك أفضل؟ جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومعنى المحافظة على الوضوء إسباغه وإتمامه وإكماله، هذا معنى المحافظة على الوضوء، لا أنه يتوضأ لكل صلاة، وإنما هذا من المستحب أن يجدد الوضوء إذا صلى به مرة وأراد أن يصلي مرة ثانية، فالمستحب أن يجدد الوضوء وليس بلازم. نعم، بلازم.